قمة أوروبية تبحث ملفات شائكة أبرزها الأزمة الأوكرانية وللطاقة حصة الأسد من هذه المحادثات عبر مشاريع التحول الأخضر وفي ملف الاقتصاد بنوك مركزية أوروبية رفعت أسعار الفائدة بمستويات مختلفة من الرياض نرحب بكم إلى برنامج الرابط بناء على كل ما تقدم نتساءل هل يتجاوز قادة الاتحاد الاوروبي الازمات الداخلية والخارجية في قمة بروكسل؟ وما قدرة الاوروبيين على معالجة مشاكل الاقتصاد والطاقة والمنافسة التكنولوجية؟ قمة أوروبية تبحث القضايا الحساسة في القارة العجوز وعلى رأسها أوكرانيا وكيفية إمدادها بالسلاح وعلى وقع أزمات اقتصادية وتظاهرات عمالية تشهدها دول التكتل في ظل استمرار التوتر الفرنسي الألماني على خلفية إدارة أزمة الطاقة. خلافات فرنسية ألمانية تطغى على القمة الأوروبية المنعقدة على يومين في بروكسل. عمق الأزمة بين القوتين سيكون نجم نقاشات طاولة الاتحاد الأوروبي من استخدام الطاقة النووية لمكافحة تغير المناخ وحظر محركات الاحتراق الداخلي عام 2035، فامتدت قضايا الخلاف مما تعتبره باريس اجراءات حماية منفردة من ارتفاع أسعار الطاقة للشركات كونه يضر في توازن المنافسة، ومشروع الدفاع الجوي الذي أعدته برلين مع 14 دولة أخرى بمعزل عن باريس، فهل تهدد الخلافات بين الجارتين الأوروبيتين استقرار الاتحاد الأوروبي؟ يطرح السؤال بالتزامن مع استعداد البنوك المركزية الأوروبية لاتخاذ قرارات بشأن الفائدة بعدما شهدت الأسواق المالية اضطرابات في النظام المصرفي العالمي. أعتقد أن القطاع المصرفي في أوروبا أقوى بكثير لأننا نجتاز الأزمة المالية، لكننا نعتقد أنه يجب علينا المضي قدما ويجب أن يكون لدينا أيضا النظام المشترك لضمان الودائع حتى لا يكون سقوط المصارف ممكنا. الخلافات الثنائية بين فرنسا وألمانيا تحل على وقع احتجاجات عنيفة يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح قانون التقاعد وانقسامات في ائتلاف المستشار الألماني أوليف شالتس مع العلم أن اجتماعي الطاولة المستديرة لقادة التكتل تستقبل الضيف الأوكراني رئيس فولودومير زيلينسكي في مسعى يناقش كيفية استمرار تمويل بلاده بالسلاح ضد روسيا نناقش مع القادة موضوعات دولية مختلفة ونواصل التعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة التي تلعب دورا رئيسا في الحفاظ على القيم التي نؤمن بها من أجل الاستقرار والأمن والإنسانية التي نحتاجها للعيش بكرامة يبدو أن القاطرة الألمانية الفرنسية التي تقود القطار الأوروبي مقبلة على معركة داخل المجلس الأوروبي لإعادة صياغة نص خطة الاعتراف بالطاقة النووية في إطار الوسائل المدعومة لإزالة الكربون من الاقتصاد قبل البدء في نقاش الليله نذكر كالعاده مشاهدينا بسؤالي الرابط تساءلنا هل يتجاوز قاده الاتحاد الاوروبي الازمات الداخليه والخارجيه في قمه بروكسل وما قدره الاوروبيين على معالجه مشاكل الاقتصاد والطاقه والمنافسه التكنولوجيه؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وقبل أن نبدأ نقاشنا نرحب بضيوفنا معنا من باريس الدكتور إيمانويل ديبوي رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف في باريس ومعنا من برلين دكتور أورليك بروكنر أستاذ الدراسات السياسية والأوروبية في جامعة سانفورد من بلغراد سينضم إلينا بعد قليل البروفيسور رادروكو تريفونوفيتش مدير معهد الأمن القومي وأستاذ في كلية الدراسات الأمنية في جامعة بلغراد أهلا وسهلا بالجميع ابدا من باريس معك سيد مانويل ديبوي. اسال عن اهميه هذه القمه في ضوء ما يشهده العالم خاصه في اوكرانيا من محاولات ربما لوقف الحرب وكذلك هذا الخلاف بين برلين وباريس على أي حال هناك اتصاق أوروبي مع هذه الحزمة التاسعة من العقوبات والمجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي لا يزال عازما بالضغط على الرئيس بوتين والآن بعد سنة من اندلاع هذه الحرب ليس هناك أي تصدعات في هذا الصدد حتى ومع ما سمعناه من الرئيس التشيكي بهذا هي الصعوبة بالتماشي مع العقوبات والدعم العسكري والانساني والاقتصادي لاوكرانيا من اجل اعاده الاعمار ايضا. من هذا المنظار ليس هناك هذه التصدعات الكبيره بالمقارنه بالاجتماعات السابقه لهذا او لهؤلاء القاده. الان هناك تحضير للاداره اللاحقه ومع الرئاسه الاسبانيه للاتحاد الاوروبي، ولكن الان مع هذه الاجنده لا تزال الامور واضحه وهناك اتصاق وتماشي. ولكن كما سبق وذكرتم في العرض هناك مسائل كثيره ومحاور كثيره ولكن الان ان اوكرانيا لن تحظى بالاولويه لان الكل سيتوافق على المزيد من الدعم لاوكرانيا الان من قبل الدول الاوروبيه ولكن المسائل الاخرى هي تشهد على تصدعات ومفارقات ونتحدث مثلا عن هذه الراديكاليه والقطبيه السياسيه بين فرنسا والمانيا ليس فقط فيما يتعلق بالسيارات التي تعمل بالوقود الاحفوري بدءا من 2035 ولكن ايضا المسائل الاخرى التي لا تجمع بين المانيا وفرنسا نعرف ان المانيا بهذا الوعد الذي قطعته من اجل الطيران في المستقبل هناك مماطله الان وهناك ايضا عدم توافق فيما يتعلق بالدفاع بين المانيا وبولندا والدول الاوروبيه الاخرى فيما يتعلق باستقطاب الولايات المتحده حيال بولندا فما فيما يتعلق بتجديد المعدات العسكريه. <applause> نعم الى برلين الان لنسال ضيفنا من هناك ايضا عن حاله الاتحاد الاوروبي من حيث الانسجام او ربما الخلافات التي قد تطغى في وضع دولي متحرك كثيرا في السياسه والاقتصاد. <applause> الاتحاد الأوروبي لديه العديد من المواضيع والمسائل التي يجب التعامل معها هناك العديد من التحديات الداخلية وتغيير لما كان يعرف بالإجراءات القياسية وهي مثلا التنافس في السوق وإجراءات التقشف وهذه المبادئ الأساسية الآن يتم مناقشتها فالاتحاد الأوروبي في حالة تغير وهذا يؤدي إلى إعادة توزيع الأوراق في الاتحاد الأوروبي لأن الكل يريد أن يحصل على قطعة إضافية من الكعكة هذا كافي على المستوى الداخلي بالإضافة إلى التغييرات الجيوسياسية التي تحدث والتي تدعم فيها الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي وتدافع عن عن قضية الأوروبيين في أوكرانيا ولكن خلال هذا الحرب تبين أن الولايات المتحدة والصين أصبحت أقوى ولكن روسيا والاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف وبالتالي ما الذي سيحدث مثلا إذا كان هناك تغيير في البيت الأبيض واستبدل بايدن بترامب والذي سيغير من العلاقات الأوروبية الأمريكية بشكل جوهري نعم الى بلغراد لان بروفيسور راداركو اسال عن قيمه هذه القمه في بروكسل الاوروبيه وهل هي قادره على تجاوز الخلافات الممكنه وابرزها خلاف برلين وباريس حول اكثر من عنوان في الحقيقه من المهم ان نسلط الضوء على أهمية المواءمة بين الدول الأوروبية وبين فرنسا وألمانيا ونأمل أن هذه المحادثات والقمة ستؤدي إلى تقريب وجهات النظر وتحل هذه الأزمات في وقت قريب ولكن بالتأكيد أوكرانيا هي تركيز هذا الاجتماع والهدف من هذه القمة هو مساعدة أوكرانيا على توفير ذخيرة كبيرة جدا في الوقت القريب والاوروبيون الان يفكرون في كيفيه التنبؤ بالمستقبل لان العدوان الروسي على ضد اوكرانيا من الواضح انه اظهر اهميه تفكير الاوروبيين في المخاطر والفرص والتحديات المستقبليه من خارج الاتحاد الاوروبي، وبالتالي الوحده الان اصبحت ذات اكثر اهميه من اي وقت فيما مضى. نعم. الى باريس مره اخرى وندخل في تفاصيل هذه القمه اكثر سيد ايمانويل هل الاولويه للعناوين السياسيه اليوم في هذه القمه ام العناوين الاقتصاديه والعالم يشهد مشاكل القطاع المصرفي والبنكي والفدرالي الامريكي يرفع في سعر الفائده كذلك البنك المركزي الاوروبي قد يخطو هذه الخطوه وفي الأثناء بدأت بنوك مركزية محلية أوروبية في التسريع أو الرفع بربع نقطة مئوية هل الاقتصاد على رأس الأولويات في تقريب المسافات وتجاوز الخلافات الأوروبية الأوروبية اليوم؟ الأولوية على مستويين سياسي واقتصادي هذا المجلس هو يجمع بين قادة البلدان الأوروبية وأيضا رؤساء الحكومات ليس فقط على مستوى وزراء المالية فقط لأن هذه التفاصيل الاقتصادية تحل أو يتم الحديث بها عند الاجتماع بين وزراء المالية الآن بالعودة إلى هذا السؤال والسياسة النقدية في أوروبا حيال هذه الأزمة الآن للمصارف الأمريكية من بعد ما أصاب السيليكون فالي من إفلاس والآن مع ذا الأثر على البورصة الأمريكية وعلى العالم هناك هذا التوافق على بعض المواقف الاوروبيه وهذا يوضع في صلب التخطيط للسياسات المستقبليه كل القرارات كانت تؤخذ بالاجماع عند الحديث عن هذا الدفاع مثلا عن الفكره التي بفادها ان اوروبا يجب ان تكون على المستوى عيني من المساعده المقدمه من قبل الولايات المتحده ونحن نذكر اننا بجمع كل هذه المساعدات عادات مع الولايات المتحدة وأيضا دول مجموعة السبع مئة وأربعة 774 مليار يورو وهناك ما أتى من الولايات المتحدة و55 وخمس مليار من الاتحاد الاوروبي وحتى هذه الأنظمة الآن للإجماع يمكن أن تعرقل إذا هذه الأنظمة الآن تعرقل لأن هنغاريا عادة ما تقدم الفيتو أو تقدم النقد على أي الأفكار من بعد هذه الساعات مثلاً ونحن نتذكر الأيام الطويلة التي أمضيناها انتظاراً لتمرير الحزمة التاسعة من العقوبات والآن الأمر يتكرر مع هذا الاشتراء المشترك للمنتجات كاليورانيوم من روسيا إلى آخره ولكن الآن في هذه القمة والقمم المستقبلية هناك تغيير للقواعد. لي التصويت بالاكثريه المطلقه وانا اذكر ان ذلك اكثر مرونه لان القرار يمكن اتخاذه ب 55% من الاعضاء اعني بذلك 17 بين 27 دوله اوروبيه مع 15 حتى ليس فقط 17 اذا نتحدث عن هذه النسبه للاغلبيه مع 20% فقط من هذه الأصوات التي ستكون قادرة على عرقلة هذه القرارات المستقبلية والآن في القمة وللمرة الأولى تم الإعلان بذلك قبل القمة أن الاتفاق تم على الاشتراء المشترك للمعدات العسكرية للتحضير المشترك للمخزونات للذخائر اللازمة في أوروبا من أجل إعادة ملء المخزونات بعد إعطاء كل هذه المعدات إلى أوكرانيا ومن أجل الاستمرار في إعطاء ذلك في الأشهر والقمم المقبلة. نعم إلى برلين مرة أخرى سيد بروكنر أسأل عن السياسة النقدية الأوروبية هل حولها توافق واتفاق أم هي أيضا قد تعصف بها الخلافات مثل القضايا السياسية ماذا عن رفع سعر الفائدة شراء الأسلحة وتعبئة المخازن تعويض النقص كل ما يتعلق بالاقتصاد والمالية تمت اتفاق حوله أوروبيا يجب ألا ننسى أن الاتحاد الأوروبي يتكون من دول مستقلة وذات سيادة. مما يعني أن القاعدة الاستثنائية هي أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد وليست هي القاعدة العامة. بمعنى أن المؤسسات الأوروبية تعمل بشكل مرن على بمدار يومي وهناك امور صغيره متبقيه يتم تقريرها من خلال المجلس الاوروبي وبالتالي ما نراه الان هو اجراء اعتيادي ان الامور الجدليه التي تختلف فيها الدول ليس على مثلا الهدف المشترك لشراء الذخيره لتحسين وتطوير البنيه التحتيه والتغير المناخي كل شيء كل هذا متفق عليه ولكن هناك فروقات فيما يتعلق بالوتيره وما الذي مثلا نفترض انه طاقه نظيفه ومن يجب ان يدفع وما هي قواعد المشتريات وهذا ما تقرر يقرره القاده وهذا هو الهدف من المجلس الاوروبي. شكرا لضيوفنا مشاهدي الاعزاء هذا فاصل قصير نعود بعده لنتابع النقاش في الرابط لليله ونتقدم اكثر. قمه اوروبيه تستمر يومين في بروكسل لبحث اخر القضايا والملفات التي تهم المنطقه نتابع ابرزها. في اجتماعهم على مدى يومين يبحث قاده الاتحاد الاوروبي عددا من الملفات أهمها تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا والتطرق إلى إمكانية مساءلة روسيا ودعم الاحتياجات العسكرية لكييف فضلا عن مسألة الأمن الغذائي العالمي تبحث القمة كذلك استراتيجية أوروبا الطويلة المدى لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية وكيفية تسخير الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وبشأن الاقتصاد والتجارة سيعقد المجلس الأوروبي نقاشا استراتيجيا حول الجوانب الجيوسياسية للسياسة التجارية للاتحاد الاتحاد الاوروبي عبر تناول اصلاح اطار الحوكمه الاقتصاديه للتكتل وفيما يتعلق بالطاقه سيقوم المجلس الاوروبي بمتابعه اجتماعه المنعقد في ديسمبر 2022 وتقييم الاجراءات من اجل معالجه ارتفاع اسعار الطاقه وتقليل الطلب على الغاز فضلا عن التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الاحفوري الروسي. كما سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي الاستعدادات وتخطيط لشتاء المقبل من حيث أمن الطاقة والغذاء أسأل بدا ضيفنا من بلغراد عن الحالة التوافقية في الملفات السياسية أولا ما يجري في أوكرانيا موضوع الذخيرة والسلاح الخلاف الألماني الفرنسي هل يمكن أن يتسع سياسيا ويشبه ويصبح ما يشبه الاصطفاف بين الدول السبع وعشرين للاتحاد ام هذا الامر مستبعد <applause> لا بالتأكيد على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن دولتين كبيرتين في الاتحاد الأوروبي ولكن يجب ألا ننسى أن هناك دول أخرى تحديدا دولة مثل بولندا وهي لديها قوة سياسية هائلة وأهمية بولندا ترتفع يوما تلو الآخر حتى سلوفاكيا والدول الأخرى فهي بشكل واضح تظهر تعاطفها ودعمها للشعب الأوكراني ولكنهم يفهمون أنه في حال حالة فشل الدفاعات الأوكرانية سيكون الدور عليهم وهكذا دواليك بمعنى أنه كل دولة ستسقط ستسقط الدولة التي بجانبها وكل دولة بالتالي هدفها ألا تصبح هي الضحية التالية وبالتالي الأمن السياسي في المنظومة الجيوسياسية أوروبا يجب أن تكون متحدة لأنه يجب أن نتذكر أننا لا نقاتل لأوروبا لأوكرانيا وإنما للاتحاد الأوروبي ولأوروبا حتى بأكملها والقارة الأوروبية وهذا هو حقيقة الأمر فإذا كان لدينا موقفا غير واضح تحديدا بعد قرار محكمة العدل الدولية أن تضع بوتين تحت المساءلة بعد القرار الدولي من قرار محكمة العدل الدولية يجب أن ندرك أنه حتى، وبعد أيضاً، قرار الجمعية العامة للسلام المشترك الذي يستبدل قرار مجلس الأمن بأن يتم وضع روسيا في في كدولة ترتكب العدوان من الواضح من هذا المستند ومن واضح من كل هذه الأمور أننا يجب أن نكون متحدين وفرنسا وألمانيا يجب أن تحلان مشكلاتهما وتركزان على القضايا الأخرى المهمة الطاقة والتغير المناخي ويجب أن تركز أوروبا بأكملها على إعادة ملء خزانات الذخيرة إعادة الإمداد بكل الأمور وكل الإمدادات التي نقصت في الفترة الماضية ويجب أيضا أن نجد مصادر بديلة للطاقة مما فيها الغاز الطبيعي والمواد الأولية والمزيد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين لأنه من الواضح أنه بعد زيارة الرئيس تشي إلى موسكو الآن يجب أن نعيد تعريف علاقاتنا مع الصين كذلك نعم إلى باريس مرة أخرى وضيفنا من هناك دكتور إيمانويل ديبوي الخلاف الفرنسي الألماني لو عدنا لتفكيك أسبابه الأساسية وهل هذه القمة كفيلة بتجاوزه وإذا لم يتم ذلك ما التداعيات الآنية الممكنة على توحيد القرار الأوروبي في الاقتصاد كما في السياسة خصوصا في القضايا الجوهرية اولا الامر ليس صائبا مئة بالمئة فيما يتعلق بالخلاف بين المانيا وفرنسا فيما يتعلق بالمساعده لاوكرانيا ولكن ان الخلاف ينبع من او الاختلاف على البرامج العسكريه ومثلا هذا الجيل الخامس من الطائرات المحاربه التي ستستبدل اليوروفايتر بالنسبه لالمانيا ورفال بالنسبه لفرنسا. هناك خير لافات على كميه الطلب وايضا هذه الخطه المستقبليه والاسطول الاوروبي في المستقبل وايضا ما سيستبدل الليوبارد 2 بحلول 2035، هذا الامر ليس مرتبطا باوكرانيا لان البلدين يعيان بهذه الضروره بالمساعده القصوى لاوكرانيا وان المانيا قامت بهذه الخطوه مع تسليم اربعه من الدبابات الثمانية عشر ثم الواحدة والثلاثين التي استعدت وهي مستعدة لإعطائها لأوكرانيا ومع إعطاء هذا الضوء الأخضر للبلدان الأخرى للقيام بالمثل إذاً الخلافات كانت ليست تتعلق بأوكرانيا ولكن بكمية البرامج وقيم البرامج العسكرية بين البلدين من أجل المزيد من الدقة لأن ألمانيا يبدو عليها أنها لا تود أن تشتري هذه الطائرات ولكن تود أن تشتري ربما خمسين طائرة أف 35 من الولايات المتحدة، ونحن في فرنسا كنا نعتمد ولا زلنا على هذه الطائرات أبراهام، مثلاً ومن هنا ينبع الخلاف لأن فرنسا لن تشتري أف 35، وفرنسا تود رؤية طائرة أوروبية يمكن أن تستخدم من قبل الجيوش الأوروبية، إن فرنسا ستوقف شراء أبراهامز حتى وإن فرنسا لن تشتري باتريوت مثلاً أو لن تشتري المنظومة الألمانية ولكن تود رؤية هذا التطوير للبرنامج الأوروبي أو حتى الإيطالي الفرنسي للنطاق المتوسط والقريب وهناك أيضا مثال ونموذج ذلك أعطي حتى للقوات الأوكرانية ليس هناك خلافات فيما يتعلق بأوكرانيا ولكن هناك مقاربات مختلفة لأن فرنسا معتقدة بأن الضرورة هي لبناء الاستقلالية في القوات العسكرية وحتى في الجيش بالمطلق في أوروبا لأننا بحاجة إلى قطاع صناعات دفاعية أوروبي مئة بالمئة والآن في السنتين الماليتين المقبلتين في ألمانيا مع شولتز الذي دعا إلى الحقبة الجديدة من أجل المضي قدما في إعادة الحشد العسكري الألماني وهذا يحتاج إلى أجهزة والمعدات الآنية ومن هنا فضلت ألمانيا أن تتسرع وتهرع إلى الشراء من الولايات المتحدة وهناك أيضا الخلافات فيما يتعلق ببولونيا بولونيا التي الآن تشكل أقوى جيش أو ستشكل ست أقوى جيش في أوروبا وأكثر من ثلاثة آلاف جند إضافي وهناك أيضا طلبية ب بألف وثلاث مئة طائرة حربية من كوريا الجنوبية إلى آخره بولندا تود أن تتخطى حتى الامكانات الالمانيه جيد الى برلين سيد اورليك سارض ضيفنا من باريس كثير من النقاط عن اوجه الخلاف وسبل تجاوزها ربما لكن الخلافات تمتد للاقتصاد ايضا خاصه الاقتصاد النظيف الالتزامات المناخيه المقبله الطاقه النوويه من الطاقه النظيفه ثمة خلافات في موضوع المناخ ايضا ماذا لو تقدمنا اكثر في تفكيك اوجه هذا الخلاف على المستوى الاقتصادي والبيئي. هذه الخلافات تظهر ان المانيا ليست فرنسا وفرنسا ليست المانيا، وهذا ينطبق على كل الدول الاخرى. عندما كان الاتحاد الاوروبي صغير كانت الخلافات بين المانيا وفرنسا صغيره ايضا ولكن كان الامر مقبول حينها هذا ليس الوضع الان على الاتحاد الاوروبي الذي اصبح اكثر تنوعا منذ بدء المجتمع الاوروبي بسته دول الان ليس من الكافي ان نوجد مساومه بين الولايات بين فرنسا والمانيا لدينا علاقات وخلفيات ثقافيه مختلفه تماما، علاقات مختلفه مع الاتحاد الاوروبي وفهم مختلف لطبيعه العلاقات الدوليه، بالاضافه الى اختلافنا ايضا في الطوائف والاديان وفهم العقيده النوويه مثلا، فرنسا مستثمره بالطاقه النوويه بشكل كبير وفي المانيا هي تقريبا ذنب يعتبر ذنب او خطيئه بالتف... مجرد التفكير في هذا الامر، وبالتالي هناك العديد من الاختلافات الجوهريه والثقافيه والفكريه بالاضافه ايضا الى الاختلافات الاقتصاديه المتاصله، فمن سيحصل على الحصه الاكبر اذا استثمر الاتحاد الاوروبي بشكل شمولي في الصناعات العسكريه وفي مجال ايضا التغير التكنولوجي التغير المناخي. نعم هي خلافات بالتاكيد مردها المنافسه ايضا ولو بشكل غير معلن ولو ان البلدين ينتميان الى الاتحاد الاوروبي الى بلغراد ايضا لاسال ضيف من هناك عن حدود هذه المنافسه وهذه الخلافات في ان تعصف ربما بالخروج بقرارات موحده خصوصا في الاقتصاد منخفض التلويث او الاقتصاد النظيف او الكربون ايضا الموضوع السلاح وشراء الاسلحه والتصنيع الحربي الاوروبي الذي يتنافس البلدان ربما على ان يكون اكبر مستفيد منه هل هذا يمكن ان يؤثر بدون شك نعم اوروبا عليها ان توحد كل قواتها وتعززها حتى تنتج وتصنع المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وأعتقد أن هذا أمر سنشهده في المستقبل ولكن بعد القمة المنعقدة لأن كل الحاضرين في قمة بروكسل يدركون يقولون في كل بعد كل جملة أخرى أنهم يجب أن يدافعون عن أوكرانيا ويجب المزيد من الدعم لأوكرانيا وبين قوسين الاقتصاد منخفض الكربون وكل شيء آخر بالتأكيد هي مشكلات يومية يناقشها المجلس الأوروبي ولكن الحرب في أوكرانيا والعدوان الروسي على أوكرانيا غير العالم منذ 24 فبراير العام الماضي ولذا أعتقد أن معظم الساسة والأكاديميين في أوروبا الشرقية تحديدا ما زالوا يعتقدون أن هذه الحرب بعيده عنهم في, في افريقيا على سبيل المثال وبعيده عنهم بشكل كبير ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق فهي في فنائهم الخلفي وعليهم ان يوجدوا المزيد من الاجراءات والعمل المشترك واليوم احد اقوى الجيوش الاوروبيه في بولندا على سبيل المثال تقوم بشراء اسلحه متقدمه من الولايات المتحده على مدار يومي وتحديدا البريطانيون يقومون كل ما بوسعهم للدفاع عن اوكرانيا ولكن ايضا للدفاع لمساعده بولندا وموقف حكومتنا ثابت فنحن نفهم المشكله بشكل واضح وليس لدينا وقت حاليا للخوض في مناقشات او مهاترات سياسيه في وقت يتكبد فيه الاوكرانيون والجنود الاوكرانيون حياتهم وتتدمر مدنهم وقراهم وبنيتهم التحتيه وبالتالي لا يمكننا ان نوجه اهتمامنا صوب اي موضوع اخر ولكن وراء كل ذلك اوروبا يجب ان تفكر في احتياجاتها الخاصه في اقتصادها للانتاج وحتى حتى ان تكون قادره على مساعده اوكرانيا يجب ان تزيد من قدرتها الانتاجيه ومن تعزيز اقتصادها وايجاد مصادر جديده للمواد الاوليه والصناعات الجديده وتعزيز مصادر الطاقه البديله مثل الطاقه الشمسيه وغيرها والطاقه النظيفه والاقتصاد الاخضر واوروبا في نهايه المطاف يجب ايضا ان تفكر في الطاقه النوويه وهي امر ليس سهلا لا يمكن ان يتم في ليله وضحاها لان اشكرك عذرا للمقاطعه لدينا فاصل قصير ضيوفنا الكرام مشاهدي العزاء نعود بعده مباشره لنتابع ما بقي من نقاش الرابط لليله. اهلا بالجميع من جديد. على طاوله القمه الاوروبيه تحضر ملفات الطاقه وسط محاولات مستمره لتمويل مشاريع التحول الاخضر وابقاء اوروبا جاذبه للشركات والمستثمرين في هذا القطاع. كي تصل الى اوروبا بهدف ازاله الكربون نهائيا من الاقتصاد بحلول عام 2050 عليها المضي في خطط الانتقال الاخضر. العمل على هذا الهدف يعني الوصول الى مصانع ووسائل نقل وغيرها من الادوات صديقه للبيئه عبر توليد الطاقه من المصادر المتجدده. هذا يعني تغيير البنيه التحتيه الصناعيه في البلاد لتعمل عبر الطاقه الخضراء فيما المستثمرون والشركات العامله في قطاع التحول الاخضر لهم بصمه كبيره في تحقيق هذا الامر. لكن على حين غفله جاء قانون التضخم الامريكي محملا بالحوافز والاغراءات واصبح يهدد انتقال المستثمرين والشركات في اوروبا نحو الضفه الثانيه من الاطلسي. اوروبا ليست محصنه امام هذا السيناريو، ما تفتقده حاليا هو الاتفاق على طريقه تمويل جديده لمشاريع الانتقال الاخضر لاقناع المستثمرين والشركات بالبقاء فيها. كثرت مقترحات التمويل لكن سربا من عشر دول غالبية اقتصاداتها غنية ثابتة على موقفها بشأن استنفاد أموال صندوق التعافي الذي تصل قيمته إلى 800 مليار يورو قبل أي حديث عن إنشاء تمويل جديد طرحته المفوضية الأوروبية. الدول العشرة تتفق على ضرورة استخدام ما تبقى من المنح الموجودة في صندوق الرد السريع البالغة 290 مليار يورو والاستفادة من القروض الميسرة من ميزانية التعافي لدعم مشاريع الانتقال الأخضر داخل المنطقة الأوروبية، كما تدعو إلى إحراز تقدم في اتحاد أسواق رأس المال الذي يعد مفتاحاً للتحول الأخضر، خصوصاً أنه سيعطي امتيازات للمستثمرين في أي بلد أوروبي، أما آلية الاقتراض المشترك لتقديم قروض رخيصه مؤجله بينما يجري الحديث عن مقترحات اخرى لانشاء صندوق سيادي بدعم من المركزي الاوروبي على المدى المتوسط لتوجيه مزيد من الاستثمارات الى التقنيات المتقدمه في مجال الطاقه الخضراء سيد إيمانويل في باريس موضوع الطاقة بشقيها الكلاسيكي والأخضر أيضا موطن خلاف ويعيش منافسة مع واشنطن أيضا في ضوء قانون التضخم الأمريكي الجاذب للشركات المستثمرة في هذا الباب الطرف الأوروبي ماذا بإمكانه أن يفعل في موضوع التحول الأخضر المكلف والذي ليس هناك من وفاق حول تدبير ميزانيته بين 27 دولة أولا يجب التناغم في المواقف الآن مع هذا القانون الذي لا يوحد الأفكار بين الدول الأوروبية ضد التضخم الآن هناك هذا التنافس الذي اعتبر غير شريف من قبل أوروبا مع الولايات المتحدة وأن المعايير ليست هي هي بين الطرفين هذا أولا وهذا واضح جدا ولكن هناك اختلافات في المواقف مقاربه وذلك مرتبط بان الاتحاد الاوروبي في نهايه المطاف هو تجميع ل27 واقعا نتحدث فقط عن بلد واحد وليس هناك فدرالية اوروبيه ولكن كونفدراليه اوروبيه مع هذه الوقائع البالغ عددها 27 وهناك هذه التبعيه على الخلط الطاقويه مثلا في المانيا وفي فرنسا هناك استقطاب 40% من الطاقه في فرنسا تؤمن من النووي ولكن في المانيا 12% فقط ولكن مع هذا التخلي التدريجي منذ 2012 في المانيا عن النووي وهذا يتماشى بشكل اكبر مع هذه التكنولوجيات الخضراء و 51% من هذه الطاقه ستكون جديده في المانيا ولكن نحن 12 الى 14% فقط في فرنسا لا يمكننا ان نتحدث عن السوق الموحده او هذا التطور لاوروبا الخضراء لاننا نتحدث عن هذه الوقائع كما سبق وذكرنا ال27 ومن بعد مؤتمر الاطراف ال27 في شرم الشيخ و28 الان في ابو ظبي هناك هذه الاهداف للتقليص بالنصف والحاد الكربوني والانبعاثات المقلصه بحلول نهايه هذا القرن هناك اهداف يجب النصب اليها وان البلدان الاوروبيه غير متفقه على هذه العمليه للتوصل الى تحقيق هذه الاهداف لاننا الان في خضم هذه الأزمة والأمر سيتعلق بهذه القمة الآن وبفرنسا وألمانيا التي هي غيرهما هما متفقتين على هذه الموارد النووية التي قد تعتبر بديلا عن كل الطاقة المكربنة في نهاية المطاف ولكن هناك من يعارض ومن يقبل وهناك أيضا هذه المناهضة التي أتت من هولندا وهذا دعما لأولاف شولز وهذه ايضا اهداف يجب تخطيها ولكن نحن نتحدث عن هذه المسائل الواقعيه في نهايه المطاف لاننا تحدثنا عن هذه الاشكاليه وفي البدايه كان هناك المانيا ايطاليا وكل المسؤولين عن القطاع قطاع البناء في فرنسا والان هؤلاء الاشخاص هم يشككون في هذه المحركات الحراريه بحلول 2035 ويذكرون بهذه الالتزامات والوعود المقبوله في نوفمبر 2015 في مؤتمر الاطراف الواحد 21 وهذا ما جدد في شرم الشيخ منذ اشهر قليلة. طب. دكتور اورليك في برلين مرة اخرى، برلين من اكبر المتحمسين لاوروبا الخضراء ولهذا التحول الاخضر، لكن طموحاتها الاوروبية في البيئة تصطدم بمشاكل تنافسية الاقتصاد الاوروبي بعدم تناغم كبير من قوى لا باس بها في الاتحاد الاوروبي، هل ستمضي برلين في هذا المنحى ام ستحاول تقريب المسافات خصوصا مع باريس في هذا الباب، بالنظر للالتزامات المناخيه للطرفين في وفوق 2050؟ عاده مثل هذه القمم على المدى وأيضا القمم على, على المدى الطويلة ستؤدي إلى مساومات من نوع ما لأن هذه هي طبيعة الاتحاد الأوروبي هي آلة لإيجاد المساومات مشكلة التغير المناخي هي أنه لا ينتظر حتى نتوصل إلى مساومة تناسب الجميع وبالتالي ما نجده هو المزيد من التعقيد لأن حتى ألمانيا نفسها لا تتحدث بصوت واحد فهي تتكون من تحالف ب حزب وشريك يركز على التحول الاخضر وايضا حزب اخر مستقل يركز على صناعه السيارات خسر خمسه انتخابات متكرره وهذا يجعلهم يخافون الاختفاء من الساحه اذا لم ينتجوا شيئا يكون جيدا ل الصناعة وبالتالي أولف شولز في موقف صعب بين هذين المعسكرين وداخليا وعالميا أيضا الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوطات كبيرة وعادة ربما نبحث عن صداقة ذات طابع بشري أكبر عندما كانت بين الرئيسين الفرنسي والألماني والان ربما هذا ما, نظهر ما يظهر امامنا ولكن هذا لا يعني بان المشكلات ستختفي نعم، إلى بلغراد مرة أخرى ان أسأل بروفيسور راداركو مرة أخرى بشأن هذه العلاقة الملتبسة في الحقيقة ما بين تنافسية الاقتصاد والرغبة الجامحة في هذا الانتقال الأخضر، هل قادرة أوروبا على تسوية جميع خلافاتها وتركيز جهودها في تنافسية الاقتصاد خصوصا لمقارعة قانون التضخم الأمريكي الجاذب للاستثمارات لأن المشاكل العمالة غير متوفرة وكذلك المستثمرون يفرون من اوروبا نحو امريكا اليوم. ليس بالضروره فالاتحاد الاوروبي ما يزال جاذبا للمستثمرين ولا يزال سوقا ضخما بالتاكيد ليس بالمقارنة ربما مع الجانب الأمريكي ولكن الموقف الريادي للولايات المتحدة لا يقتصر على الاقتصاد وإنما أيضا على الصناعة العسكرية والاتحاد الأوروبي ليس رائدا في مجال العسكري ولكن هذه هذا النقص نقص التنافسيه اذا ادى الى توجه المستثمرين الى الولايات المتحده سيكون ربما المجال والباب مفتوحا للصين لاننا يجب الا ننسى ان المنتجات التي كانت تصنع في اوروبا كانت في الواقع تصنع في الصين. ليس فقط في اوروبا وانما حتى من الولايات المتحده وبالتالي ليس فقط الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي من يبحثون عن الحلول الخضراء والاستدامه وغيرها فهناك متطلب جهات اخرى فنحن لسنا بمفردنا ولا يمكن ان نقول باننا ننظر الى الجميع بانهم اقل منا وهم لديهم نفس المساعي ويجب ان نضيف ايضا الى الدول منطقه الشرق الاوسط لنرى حجم الاستثمارات الهائل في الطاقه الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الاخضر في المملكه العربيه السعوديه والعديد من الدول الاخرى بما فيها حتى اسرائيل وهي احد الدول الرائده عالميا في مجال المصادر البديله للطاقه و بالتالي أعتقد أن هذا الاجتماع اليوم اجتماع القمة سيظهر توحيدا للموقف الأوروبي على الرغم من السيادة والاستقلالية للدول السبعة وعشرين والمشكلات والاختلافات والفروقات ولكن سيكون هناك اتفاق على وجود مشكلات تمس جميع المشاركين في هذا الاجتماع وبالتأكيد أيضا أوروبا الموحدة قد تكون منافسا كفئا للولايات المتحدة والجهات الأخرى التي تسعى للحصول على مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة وهذا أمر لا شك فيه أشكر في الختام ضيوفنا جميعهم أبدأ من بلغراد لأشكر البروفيسور داركو تريفونوفيتش مدير معهد الأمن القومي أستاذ كلية الدراسات الأمنية في جامعة بلغراد لا يفوتني أن أشكر أيضا من باريس دكتور إيمانويل دوبوي رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف في باريس وأشكر أيضا من برلين دكتور أورليك بروكنر أستاذ الدراسات السياسية والأوروبية في جامعة سامفورد شكرا لكم جميعا قبل الختام نذكر بسؤالي الرابط لليوم. تساءلنا هل يتجاوز قادة الاتحاد الاوروبي الازمات الداخلية والخارجية في قمة بروكسل؟ كذلك تساءلنا عن قدرة الاوروبيين على معالجة مشاكل الاقتصاد والطاقة والمنافسة التكنولوجية. بعد الاستفاضة في القول والنقاش في ملف اليوم خلص ضيوفنا الى التالي. دول الاتحاد الاوروبي تحاول اعاده تموضع علاقاتها الخارجيه وموازنتها بين روسيا والولايات المتحده والصين وذلك من خلال قضايا عده ابرزها الحرب الاوكرانيه وامدادات السلاح ومالاتها بعد رفع بنوك اوروبيه لاسعار الفائده من اجل مكافحه التضخم والقطاع المصرفي الاوروبي والمالي يستخدم ادوات واجراءات تضمن الوداع غير ان دول القاده وجدوا حلولا ممكنه لازمه الطاقه الخضراء بهدف تقليل الاعتماد على وسائل الطاقة التقليدية بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نقطة النهاية معلنين نهاية الرابط الليلة غدا يوم آخر ورابط جديد كل عام وأنتم بخير رمضان كريم مرة أخرى من الرياض شكرا وإلى اللقاء